شهدت مدينة بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا عمل تخريب طالت محال وممتلكات تعود لأجانب من الجاليات العربية والمسلمة في المدينة، وذلك على أعقاب موجة العنف التي عمت المملكة المتحدة على مدار الأيام الماضية. عبد القادر العلوش السوري الذي يحمل الجنسية البريطانية كان أحد المتضررين من أعمال العنف، حيث تعرض متجره في بلفاست للحرق بالكامل من قبل أنصار اليمين المتطرف. لنتابع هذه الصور التي حصل عليها تلفزيون سوريا لرصد حجم الأضرار التي لحقت بسوبر ماركت الشام إثر أعمال التخريب التي طالته، ثم نعود لنستمع إلى تفاصيل ما حصل مع صاحب التجربة بنفسه. طلع النار عند المحل. بدك ليك البراد هذا خلع تعال. بدك شيء بعشا؟ والله سلامتك. سلامتك الله يسلمك. بين سيارتك؟ هنا وحده. ومعنا صاحب متجر شام المتضرر عبد القادر العلوش من بلفاست. أهلا بك معنا في المهجر أستاذ عبد القادر، حدثنا ما قصة المتجر، كيف حرق؟ أهلا فيكم، السلام عليكم. يوم السبت هلأ أني كانوا منظمين أنه يطلعوا على أساس سلمية، يعني هدول اليمين المتطرف على أساس بالسيتي سنتر. نحن كان فاتحين نورمال يعني نظامي، فاتحين الصبح، صارت ساعة تنتين نتفاجأ أنه في أشخاص جايين، نحن يعني كتار كانوا. فأنا قلت للموظفين يلا شباب خلينا نسكر ونمشي من هون، سكرنا المحل ومشينا. وأنا ضليت تابع على الكاميرات اللي موجودين عندي. للساعة تقريبا 10، فأنا قلت خلص معناتها إن شاء الله ما راح يصير شيء، كان لأنه الشرطة في كتير شرطة، في كان كتير بوليس، أنا ما راح يصير شيء يعني للمحل، وغفلت نمت أنا. ساعة 11 ولا عم يفيقوني بيقولوا لي إنه عم يحرقوا لك المحل، شغلين
على المباشر على التيك توك، يعني ما عندهم مشكلة هدول الأشخاص أصلا، والشرطة عم تتفرج عليهم وانحرق المحل كلياته. الشرطة لم تتدخل؟ ما تدخلوا أبدا ولا راح يتدخلوا كمان، ورجعوا مرة تاني كمان رغم أنه المحل محروق تاني نهار رجعوا كمان عودوا عليه وصاروا يحرقوه كمان رغم أنه محروق. هل المتجر موجود في شارع يعني يضم أيضا متاجر عربية أخرى؟ موجود، إيه موجود موجود جنبنا في محل كمان نفسنا سوداني في بنفس الحارات، يعني قريب علينا كمان في محلات، وبنفس الوقت في محل قهوة كمان احترق نفس محلنا كمان قريب علينا. طيب بعد القصة هل تقدمت ببلاغ للشرطة؟ طبعا ما هي الشرطة كانت موجودة، يعني احنا غير ما نقدم بلاغ هن عملوا لحولهم روبرت إذن. للأسف يعني ما بس ما في نتيجة لأنه ما أول مرة بنحرق، هي ثالث مرة نفس المتجر ثالث مرة؟ نفس المتجر تبعي ثالث مرة، بس المرات الماضية كان خفيف، يجي أجزاء من المحل كنا نصلحه ونرجع نشتغل عادي. يعني وبنفس الأسلوب من نفس الأشخاص؟ لا المرة يعني من المرة اليمين المتطرف لا كما كانت ذكرت؟ فردي، أشخاص فردية عنصريين يعني بيكون شخص ولا كذا، بس المرة مجموعة يعني يعني هاي ما بيحسنوا يخبوا فيها البوليس إذا بدي يحكوا، يعني ما بيحسنوا يخبوا فيها لأنه معروفة مين اللي حرقوا. وتقريبا كم حجم الأضرار اليوم في المتجر؟ هلا أنا ما أنا عامل الحساب مزبوط قديش، بس كتير لأنه أنا ما بحسبها أنه شو موجود فيه الأضرار الموجود المحل، مثلا البرادات ولا البومات الغذائية ولا كذا. أنا بحسبها أنه أنا 3 سنين أنا عم بشتغل عليه للمحل، لصار محل مثلا أنه في عليه زباين منيح، الناس كتير بتعرفه، عندي مجموعة للمحل يعني فيها 3500 شخص، يعني شيء مو قليل. أنا بحسبها أنه خسارة كبيرة يعني. وهل سيتم تعويض مالي أو حتى يعني إجراءات للتعويض؟ حالياً هلا بالمرات الماضية لما صار حرية ما في تعويض أبداً، بس حالياً عم يحكوا حكي، يعني نحن ما شفنا فعل يعني لسه، عم يحكوا إنه السيتي كونسل اللي هن البلدي إنه راح يعوضوا، بس كيف وشلون لسه ما بعرف. عبد القادر تحدثت أنها هذه المرة الثالثة يتم حرق المتجر، يعني كيف هو الشعور لثالث مرة؟ يعني المرات الماضية كان أجزاء من المحل، نحن نقول يا شغل فردي يعني يعني ما عليك نرجع نحن نصلح ونرجع نشتغل، إنه يكون في شخص فردي، وأنا مركب كاميرات يعني نعطيهم للبوليس وهني بيتولوا الأمر. إيه بس لهاي المرة خلاص، يعني هاي المرة كانت الحسمة، رجعنا للصفر. هل ستبقى في نفس المنطقة؟ لسه أنا ما عندي فكرة شو رح ساوي، لسه ما فقنا من الصدمة، لسه بس الشخص ليفيق من الصدمة ليحس بجلي صار تاني حتى يعرف فكر شو بدي ساوي. هل هناك أي تضامن من قبل يعني أشخاص بريطانيين أيضاً في المنطقة؟ في كتير للأسف، في كتير إيه في كتير في كتير. هو القسم الأقل هو العنصري والتبع المشاكل، بس في قسم كبير متعاطف. متى وصلت إلى بلفاست عبد القادر؟ أنا ببلفاست من 2016 شهر 11. كيف وصلت؟ هل هي رحلة لجوء؟ أنا جيت إعادة توطين عن طريق الأمم المتحدة من لبنان. وأنت الآن تحمل جنسية؟ وأنا الآن معي الجنسية البريطانية. وهل هذا يعني يساعد في تعويض ما تم خسارته من المتجر؟ صدقيني ما بعرف لسه، نحن لسه ما بنعرف، في حكي بيقولوا إنه رح يساعده. بقى إن شاء الله. طيب ما هي رسالتك للمشاهدين اليوم؟ اللي موجودين وين يعني؟ موجودين عموماً مشاهدي برنامج المهجر.
ما عندي شيء إلا نياه، لأنه أنا اللي عملته بثلاث سنين ضاع بنهار واحد. الله يفرجها على الجميع، هي أهم شيء ولا يضر حدا. طيب والآن هل استقرت الأوضاع في المنطقة؟ لا، لأنه هلأ هن عاملين كمان أنه في بدي يرجعوا يطلعوا يوم السبت الجاي، وناوين على مشاكل يعني لسه، فلسه الوضع لا لسه ما استقر. طيب يعني تحدثت أنه كان هناك وجود للشرطة ولكن لم تتدخل، لماذا لم تتدخل الشرطة؟ هل لديك أي فكرة؟ هلا هن بيقولوا انه ما فيهم اي شخص يشوفوه ملتم ولا كذا انه ياخذوه ولا انه يعتقلوه، الا يشوفوه مثلا، لنفترض انه هو بلش يحرق او بلش يضرب او اي شيء تاني لحتى يجوا يعتقلوه على كلامهم هن يعني. بس نحن ما شفنا شيء ابدا، لا انه اعتقلوا لا اللي عمل شيء ولا شيء ولا ابدا. يعني تخيل انه بيقولوا للواحد بعد ما يكون محروق المحل بيقولوا له في عندك كاميرات لنسحب الفيديو ونشوف مين اللي عمل هيك. يعني انه بعتقد انه ما راح يعملوا شيء، يعني ما عملوا شيء بالسابق وما راح يعملوا شيء هلا. طيب تحدثت ان ايضا هناك دعوات ليوم السبت القادم للتظاهر، ولكن يعني في بريطانيا يجب ان يحصلون على وثيقة تسمح لهم بالتظاهر من البلدية، هل هذا مسموح؟ ما عندي فكرة. ما عندي فكرة والله. طيب كيف يتعامل الإعلام البريطاني مع هذه حالات الشغب هذه؟ هلأ في كتير قسم كبير مثل ما قلت لك، أنا هني ضد هذا الشيء، بس ما طالع بإيدهم الشيء لأنه ما فيهم يعملوا شيء. شكرا. يعني كمان كمان مشكلتهم أنه بيستخدموا الأولاد اللي عمرهم 13 14 سنة. كيف؟ اللي هو هم القانون البريطاني ما بيحاسبه. تقصد أن أطفالهم من مثلاً يفتعلون النيران في المتاجر؟ بيستخدموا منهم، يعني لما بيكون بين بعضهم بيكون مثلاً في أولاد في كبار بالعمر بس كلهم ملتمين، يعني ما راح يعرفوا الولد من الكبير من لايك. بعتقد انه في عندهم خوف الشرطة من انه يمسكوا حدا او شيء. شكرا جزيلا لك عبد القادر العلوش، صاحب متجر شام المتضرر من بلفاست. شكرا لك ولا يهمك.